وللمزيد تنضم إلينا من مدينة شرم الشيخ ريهام الديب موفدة التلفزيون المصري معنا على الهواء مباشرة. ريهام، يعني بعد التحية، انطلقت اليوم فعاليات الشق الرئاسي من كوب 27، لو تجملي لنا حصاد هذا اليوم الأول وأبرز ما جاء فيه. بالفعل محمد، هذا اليوم كان بيشهد زخم يعني واسع النطاق محليا ودوليا، مشاركة دولية واسعة من قبل رؤساء الحكومات وقادة الدول من الكثير من دول العالم، بالإضافة أيضا إلى المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية بأعداد غفيرة، وجميع الجهات بتشارك هنا في هذا المؤتمر الذي يعد هو الحدث الأهم وذلك على مستوى العالم، نظرا لأنه بيتناول قضية بتعتبر هي من أبرز وأهم وأخطر القضايا التي يتعرض لها العالم ويتعرض لها كوكب الأرض بشكل خاص. السيد الرئيس في البداية في الجلسة الافتتاحية تحدث برسائل واضحة إلى كل العالم عن مدى خطورة قضية التغيرات المناخية والأثار السلبية لتغير المناخ، هذه الأثار التي أدت إلى الكثير من الكوارث الطبيعية التي أصبحنا نشهدها الآن ما بين فيضانات وأعاصير وغيرها، والتي تؤدي إلى المزيد من الضحايا والمصابين والهجرة غير الشرعية والنازحين، فهي لها الكثير من الأثار التي تؤثر على كل دول العالم، وبشكل خاص الدول الأكثر تضررا هي الدول الفقيرة والدول النامية والدول الأفريقية. وبالتالي السيد الرئيس تحدث عن أهمية التمويل، إلزام الدول التي تعهدت في مؤتمر المناخ السابقة بأن تنفذ كل تعهداتها ووعودها على أرض الواقع وفي مدى زمني معين وفي مدى زمني محدد، وأن أيضا تلتزم بكل تعهداتها فيما يتعلق بالتمويل وذلك لمعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت بهذه الدول. هذا المصطلح محمد لأول مرة بيطرح في مؤتمر للمناخ، معالجة الخسائر والأضرار، وذلك منذ الأمس منذ الجلسة الإجرائية الافتتاحية، وتم طرح هذا العنصر أو هذا المصطلح بشكل أساسي، معالجة الخسائر والأضرار للدول التي تضررت من طبعا الأثار السلبية للتغيرات المناخية. الجلسة الافتتاحية اليوم للافتتاح الرسمي الذي يتعلق بالشق الرئاسي طبعا يعني الحقيقة كان بيحمل الكثير من الرسائل المهمة، وأيضا كل الموائد المستديرة التي انعقدت اليوم في اليوم الأول من المؤتمر، اليوم الأول الرسمي، لأنه بالأمس كان هناك الافتتاح الإجرائي، النهاردة أو اليوم كان الافتتاح الرسمي، كان هناك الكثير من الموائد المستديرة التي تناولت الكثير من الموضوعات والقضايا غاية في الخطورة، الأمن الغذائي والأمن المائي وارتباطها بتغير المناخ، وكذلك أيضا الاستثمار في مستقبل الطاقة، لأن هذه هي القضايا التي ترتبط أيضا بالتغير المناخي. هناك نقطة في منتهى الأهمية محمد، السيد الرئيس تحدث عنها، على أنه هذا المؤتمر الذي يحمل خصوصية أنه بيتم هنا وينعقد هنا في مدينة شرم الشيخ، كل الأنظار، أنظار العالم وعقول العالم تتجه نحو مدينة شرم الشيخ التي ضربت أروع الأمثلة في تحولها للأخضر، في تحولها للمنطقة الخضراء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وذلك من خلال البيئة النظيفة التي منذ أن وصلنا هنا محمد إلى مدينة شرم الشيخ ونحن نرى المساحات الخضراء الكثيرة، هناك رئة خضراء هنا في مدينة شرم الشيخ، أيضا استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء، الاتجاه إلى الطاقة النظيفة في، وأيضا الاتجاه إلى النقل من خلال الكهرباء والغاز الطبيعي، وبالتالي مدينة شرم الشيخ بالفعل ضربت أروع الأمثلة في التحول الأخضر، وذلك إلى جانب أيضا المبادرات المختلفة التي استطاعت الجهود المصرية والحكومة المصرية التي تعمل كخلية نحل، وذلك منذ أكثر من عام منذ أن بدأ الإعلان على أن مصر سوف تستضيف هذا المؤتمر، كلها تعمل جنبا إلى جنب من أجل طرح هذه المبادرات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وأيضا المبادرة الخاصة بتحول للأخضر، والمشروع الوطني، البرنامج الوطني للاستثمار في قضايا الغذاء والمياه والطاقة، كل هذه المجهودات التي بذلت هي من أجل الوصول إلى الحد من الانبعاثات الضارة والتكيف أيضا
مع التداعيات الخطيرة. والسيد الرئيس أكد أيضا محمد في الجلسة الافتتاحية على أن هذا التنفيذ، لأنه الشعار الخاص بالمؤتمر معا للتنفيذ، سوف يؤدي إلى نتائج حقيقية وملموسة ستشهدها أرض السلام، أرض مدينة السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ. قرارات مصيرية سوف تسهم في إنقاذ البشرية من الآثار الضارة والعمل على خفض هذه الانبعاثات بكل الوسائل وبالتعاون وتعزيز العمل المناخي المشترك. وبشكل خاص أيضا محمد، أنه يعني نحن الآن في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، وهذا أيضا ما تم الإشارة إليه اليوم في مختلف الموائد المستديرة على مدار اليوم، وأيضا في الجلسة الافتتاحية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا تداعيات أزمة كورونا. إذن التداعيات والتحديات كثيرة أمام العالم، وبالتالي لابد أن يكون هناك هدف واحد لدى المجتمع الدولي وعمل واحد وصوت واحد من أجل الحد من الأثار السلبية الخاصة بالتغير المناخي وأيضا التكيف مع التداعيات الموجودة. كما ذكرت إيهام، هذه التداعيات بالغة الخطورة والتعقيد يعني تعزز من أهمية وقيمة انعقاد هذا الحدث الاستثنائي على أرض السلام مدينة شرم الشيخ. أشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض الوافي لمجمل ما دار باليوم الأول، اليوم الخاص بانطلاق فعاليات الشق الرئاسي لكوب 27. ريهام أديب، مفادة التلفزيون المصري، كنت معنا من شرم الشيخ.